وتغريبنا عن انتمائنا، إنما هذه المساعي الصهيونية قد فشلت فشلا ذريعا، ونحن نعتز بهذا الحضور الذي يشمل الكبار والصغار، الشيوخ والأطفال، الرجال والنساء، لأن هذا هو شعبنا وهذه هي تركيبة شعبنا، وهو بكل فئاته وبكل مناطقه وبكل أجياله مصر على أن لا ينكس علم العودة. الحديث عن النكبة وآثارها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تحل إلا بحق العودة وبالاستقلال الفلسطيني ودولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. هنالك من يتطوع سلفا إلى مراعاة مشاعر الحركة الصهيونية في كل ما يتعلق بأن عودة شعبنا قد تخل بما يسمى بالتوازن السكاني الديموغرافي في بلادنا في وطننا. وأعتقد أن هذا الكلام هو كلام ساقط، لأن الإخلال بالتوازن الديموغرافي والسكاني كان في عام 48 عندما قامت الحركة الصهيونية مدعومة بالرجعية العربية وبالاستعمار البريطاني والغربي بعملية تطهير عرقي طالت غالبية أبناء شعبنا، طالت غالبية أبناء شعبنا الذين تحولوا إلى لاجئين في المنافي. إذا كان ثمة شيء يجب إصلاحه